أزمات متعددة أنهكت كاهل المواطن، فمن نقص السيولة إلى طوابير الخبز والوقود، حتى تصل الأزمة إلى نقص الأدوية واختفائها. فمن المسؤول عن هذا الغلاء؟ وأين ذهب دعم الدولة للدواء؟ تساؤلات نطرحها على الصيادلة من جهة، وعلى مسؤولي وزارة الصحة الليبية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كده أتعرف على شخصكم الكريم. حسن اللولكي. دكتور حسن، ابتداء أنتم كصيادلة، هناك بعض التساؤلات التي يطرحها المواطن. أول سؤال يطرح عليكم، ما الأسباب الحقيقية لغلاء الدواء؟ الآن نشهد غلاء في الأدوية حقيقة، شو السبب في غلاء الدواء؟ والله أول حاجة، أول سبب رئيسي هو العملة. العملة الصعبة هي اللي يجيبوا فيها الدواء. احنا بما ان احنا شركة ما عندناش علاقة بالإنتاج نهائي، كل اللي نجيبه فيه من برا، يعني كلها تصدير. والفرق بين السعر عن قبل يوصل حتى مرات 10 أضعاف. يعني حاجة كانت مثلا البنادول كان بسعرها مثلا بزوز ونص، دوا ب8 وب10، وفي مناطق يبيع حتى ب14 برا طرابلس. ايه يعني فرق هلبة. بنادول اي حاجة ادوية مضاد حيوي، ارخص مضاد اللي هو زمان اللي هو البنبرتين كان بجنيه ونص، توا ب6 وب5 وب7، يعني اسعار متداولة. فرق في العملة سبب السوق الموازي. ايوه الارتفاع اثر على الدواء بشكل غير عادي. طيب ايضا المواطن يتساءل، هناك تفاوت وتباين بين الاسعار، تجد الدواء في صيدلية يختلف عن صيدلية أخرى، فهنا يقول نفس الدواء ولا الشركة. والله بالنسبة للموضوع هذا ثلاث حاجات. الحاجة الأولى ضمير الصيدلي، أنا بننزل في الصيدلي قبل ما ننزل في الشركات. يعني في من صيدلي يأخذ في دواء باعتماد ويبيع فيه حسب السوق السوداء. والحاجة الثانية واللي هي الرئيسية، الشركات الأدوية. الشركات الأدوية مركزة وين؟ على بنغازي وطرابلس، لكن برا بنغازي وطرابلس ما ينزلونهمش دواء اعتماد إلا من رحم ربي. إحنا نقول بالليبي بالدلالة بالجميل. ليش ينزلوا في طرابلس وبنغازي؟ مش لما انت تجي حضرتك تجي تلقى سين من الدواء بنبيع فيه ب6، سعره كويس، لكن حد في الجنوب مين بيمشي له؟ حد في زليطة مين بيمشي له؟ حد في سبها مين بيمشي له؟ بيمشي له حد؟ هذا ليش؟ وفي من لما ينزل له الحاجة ما يسعرش يحط ال 20% ولا ال 15 ولا ال 25%، لا يقول قديش يخدم في السوق، يخدم ب 15، هي نديرها ب 15 هكي. لكن حتى شركات الأدوية مديرين جو البكش، يعني تاخذ سيريا كاملة، نبدأ عندك ستوك فوق اللزوم، حتى هي غلط. هذه غلط، نوع من استغلال. أنت واخد سعر الدولار، أنت زايد في بضاعتك من قبل، هذه واحدة زايد، يعني كاين مثلا بجنيه ونص درتها بأربعة على أساس باعتماد، ومعها بكش، يعني ما تبيش المخزن يقعد لك أي حاجة، كل اللي تبي تبيعها، هذه غلط. ولت بزنس، الدواء ولا بزنس، ولاش إنسانية أبدا. طيب نختم بهذا السؤال. أيضا هناك أدوية مهمة وهي من أدوية الأمراض المتزامنة، عندك دواء السكر والضغط وغيرها من هذه الأدوية، نجد فيها دائما اختفاء ونقص، فليش هذا الاختفاء ونقص؟ أقول لك ليش. دواء السكر والضغط قبل 2013 كنا احنا نخدمه 3% على توفير المواطن، كل تجي فيه الصحة، كل سكر كل ضغط كل أورام، يعني ما تلقى حد يمشي يلف على الصيدلية يشتري، كله يمشي يلقاه في مجمع السكر، مجمع الأورام، مجمع الضغط، يعني يديره في بطاقات ما نخدموش فيه أبدا. مني كنت مثلا دواء الضغط والسكر خاصة مثلا المحلول نجيب بالعبوتين ثلاثة نحطهم في الثلاجة يقعدوا مرات حتى بالشهر ما في حد يقربهم. تو ما فيش في الصحة، صار سحب. احنا حوالي عندنا احنا في طرابلس بروحهم حوالي 200,000 مصاب بالسكر، قد ما توفر في الصيدليات الخاصة مش حتوفر لهم. وصير عليه ضغط، اللي كان زمان ب6 وب10 ولا تو ب30 و40 وما فيش نظيف، اللي واصل نظيف ما فيش. هذا كله عيب بالصحة، الكنترول ود اوت كنترول ليبيا. دكتور حسن بارك الله فيك. الله يسلمك، بارك فيك، الله يحفظك ان شاء الله. ابتداء انت كمواطن بعد ما تجي الصيدليات تشوف في هناك غلاء في الأدوية، يعني او في تفاوت ما بين صيدلية واخرى، كيف اسعار الأدوية عموما كمواطن؟ بصفة عامة تعتبر غالية جدا جدا على اللي كنا نعرفوه قبل او على المتداول قبل. وحسب اللي نعرفه ونسمع به ان الدولة منزلة اعتمادات او جايبة اعتمادات 90% من الادوية مدايرينهم اعتمادات، والاسعار الموجودة توا تعتبر ما هيش اسعار اعتمادات نهائيا، يعني فايتين سعر الاعتماد ب 50 ل 90% 100%، والناس طبعا تعاني بشكل غير عادي بالنسبة لموضوع الادوية هي. يعني ممكن جماعة الامراض المزمنة هم اكثر ناس تعاني في القصة هي. تحس في تباين في الاسعار بين صيدلية واخرى ولا كلها نفس السعر؟ لا لا، كل صيدلية بشكل حق، وتمشي تدور انت كل مرة تلقى الدواء ما تقدرش تاخذه من صيدلية واحدة، لازم تجي تسأل هنا وهنا وهنا باش تعرف السعر قداش وتمشي تاخذه. برايك كمواطن مين المسؤول الاول اللي يتحمل مسؤولية المفروض يعني؟
والله نشبح فيها حلقة كاملة ما بين الاعتمادات هذه اللي جاية مش ما يشوفوش مثلا ما يتبعوش فيها أصحاب الصيدليات أصحاب الشركات هم اللي يجيبوا في الاعتمادات نفسهم حتى هم كيف أنهم يتاجروا بالأدوية وهو شيء لا يتاجر فيه يعني نشبح فيه شيء مفروض أنها أساسي قصدي لناس مرضى لناس كذا فما ينفعش أنك تاجر في شيء زي هذا. العفو بارك الله فيك الله يفتح عليك. السلام عليكم ورحمة الله دكتور. ما هي أسباب نقص الأدوية في ليبيا بالنسبة للنقص والغلاء؟ ما هي أبرز الأسباب التي أوصلت الأدوية للغلاء والنقص؟ بسم الله. طبعا في البداية نشكر صحيفة أوبزيرفر على وجودها بيننا في مكتب السيد وزير الصحة. لا شك أن مسألة الأدوية والنقص والغلاء الحاصل حاليا في قطاع الصحة في ليبيا يعد عدة تراكمات لعدة أسباب أخرى، لعل من بعضها اللي هو الجانب عدم الاستقرار الاقتصادي للدولة الذي ألقى بظلاله على مسألة على جهاز الإمداد الطبي، طبعا هو المسؤول مسؤولية مباشرة على فتح الاعتمادات وعلى تنفيذ محاضر والناتجة من لجان العطاءات التي أعدت لهذا الخصوص. لا شك أن كذلك الجانب الإداري في المسألة هو من جانب سواء من وزارة الصحة من خلال تعدد لجان العطاءات والذي صاحبه عدم ثبات في محاضر شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، هذا من جانب أن على عدة مراحل طبعا لكي نعجل من الدواء أصبحنا نتأخر أكثر من اللازم نتيجة أننا يعني تجاوزنا المسألة الإدارية اللي هي مسألة الإمداد لواء العطاء العام اللي حاليا نسعى له، وتم اللجوء للجنات عطاء فرعية ولجان تكليف مباشر وممارسة محدودة لشراء الأدوية، وهذه تعتبر اختراعات كان الغرض منها طبعا لو تسهيل وتسريع في عملية توفير الأدوية، ولكن للأسف صادفتنا إشكاليات إدارية حتى مع الجهات التنفيذية اللي هي الجهات المالية أو الرقابية للدولة أو مصرف ليبيا المركزي وجهاز الإمداد طبعا في السرعة من تنفيذ هذه الأدوية. هذه المسائل طبعا كلها مجتمعة أدت إلى التأخير في تنفيذ هذه المحاضر منذ فترة سابقة طبعا نتيجة تأخر الدواء وكثرة الشكاوي سواء من المستشفيات أو حتى من المواطنين على الصعيد الخاص. المجلس الرئاسي قام بخطوة اللي وشكل لجنة للنظر في هذه العطاءات المتعددة اللجان لتصبح في لجنة مركزية كانت مكلفة من المجلس الرئاسي. حاولت هذه اللجنة يعني الشغل في فترة ضيقة لإيجاد خلاصة لهذه يعني نواة لهذه العطاءات المتبعترة. تمت إحالة بعض هذه المحاضر تدريجيا وصدرت قرارات حتى في إيجاد مخصص مالي لها من المجلس السيد رئيس المجلس الرئاسي. أحيلت هذه المحاضر لجهاز الإمداد للتنفيذ، بعضها حاليا في القنوات الإدارية والتي للأسف حتى تأخذ جزء من الوقت، بعضها وصل لمصرف ليبيا المركزي، بعضها ما تم يعني حتى فتح الاعتماد وحاليا يعني يعتبر في المورد أو في الطريق للوصول للمواني الليبية. منها مثلا مسألة التطعيمات كانت في السابق هناك إشكالية، وصلت شحنة ولو لم تكن بالكبيرة، ولكن خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع هناك جزء آخر من هذه الشحنة وصل. أعتقد أن الأسبوع القادم سيكون هناك توزيع على مراكز الرعاية الصحية الأولية لتوزيع التطعيمات، عدة تطعيمات طبعا للأطفال منها لحجاج بيت الله، طبعا نطمن الذين وفاهم الحظ لزيارة بيته المقدس لهذا العام أن الجرعات حاليا أصبحت موجودة. مسألة غلاء الأسعار طبعا كذلك اللي هي عن طريق لجنة موازنة الأسعار تم فتح اعتمادات وبقيم كبيرة، أعتقد أن معظمها تم حتى يعني في الإجراءات الأخيرة في المصرف وصلت. إذا تم يعني إمداد هذه الاعتمادات ووصول الشحنات إلى البلاد، أعتقد هذا مفروض يعني يظل بظلالة على الأسعار الموجودة حتى في الصيدليات الخاصة وفي المصحات كذلك أسعار العلاج في المصحات، نظرا لأنهم يتحججون بأن الإشكالية في ارتفاع أسعار المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية كذلك في المصحات الخاصة. يعني إذا تم توفيرها بالسعر الرسمي بالسعر الذي فتحت عليه موازنة الأسعار، فأعتقد أن هذا سيظل يعني سيؤثر في الأسعار الموجودة بالداخل. لا شك أن الأسعار أصبحت يعني تعيق كاهل المواطن خصوصا في ظل نقص السيولة في ظل تأخر الميزانيات حتى وإن تم اعتمادها لازالت هناك إشكالية، ونحن نعلم جميعا ما يحصل في الدولة حاليا من تأخر
في الإقرارات المالية وفي الترتيبات المالية التي حصلت. المخزونات، المخزون الأدوية ومخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات أصبح ينتهي، المستشفيات معظمها تعاني. حاولنا في إيجاد حل عن طريق الصيدليات المركزية في بعض المناطق لتوفير وتسهيل عملية الحصول على الأدوية، وكذلك للتقنين من عملية إهدار هذه الأدوية وتسربها للصيدليات الخاصة أو الاستغلال السيء. طبعا حاولنا نضع لها بعض المعايير وبعض الشروط لإمكانية يعني من اللي يحصل على هذا الدواء ومن وكيفية اللي يعني من الطبيب الذي يصف الدواء وآلية معينة للحد من تسرب هذه الأدوية للخارج. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. دكتورة ناهد محمد المكي، مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية وزارة الصحة. مرحبتين دكتورة. بادئ ببدء، هناك سؤال يطرحه المواطن في ظل نقص السيولة وشح الأموال، ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نقص الأدوية في بلدنا ليبيا؟ للأسف لا يخفى على الجميع نظرا للظروف التي تمر بها بلادنا، سواء ظروف سياسية أو تقلبات أخرى أو بالنسبة للنفط أو والجميع يعلم بهذا، فهذه الأسباب أدت إلى نقص الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة ولتوفير الأدوية بالذات. الميزانيات كانت حوالي المليار والمليار ونص، وصلت في 2014-2015 ل 350 مليون. الرقم هذا بسيط لا يكفي أن يوفر جميع المستلزمات والأدوية والمعدات الطبية لليبيا كاملة. فبالتالي تتابعا لهذا السنوات الرصيد اللي كان موجود في جهاز الإمداد الطبي قارب على النفاذ، وأصبحنا الأرقام البسيطة كانت توفر الضروري والعاجل فقط، فهذه أهم أسباب أثرت في نقص الأدوية في الفترة هذه. طيب إضافة إلى نقص الأدوية، هناك سؤال آخر يطرح من المواطن، ما هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار؟ هناك ارتفاع لأسعار الأدوية وواضح هذا الارتفاع، فما هي الأسباب لارتفاع أسعار الأدوية؟ للأسف يجب أن نعترف أن هناك سوق موازي للأدوية وكذلك الحدود المفتوحة، مما أدى إلى تهريب الأدوية. السوق وتهريب الأدوية الذي خارج عن نطاق الرقابة، هذا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ونقص الأدوية اللي موجودة في جهاز الإمداد الطبي، مما أدى الصيدليات أن هي تتجه أن تأخذ الأدوية من أماكن أخرى، فهذا هو سبب غلاء الأسعار ولكنه خارج عن سيطرة وزارة الصحة للأسف الشديد. طيب هناك أيضا تباين في الأسعار، من غير يعني قصة غلاء الأسعار، تجد الدواء من نفس الشركة في صيدلية يختلف عن الصيدلية الأخرى. هنا نخاطب الصيادلة أو الزملاء العاملين في الصيدليات، وللأسف الجميع يعلم أن ليست فئة الصيادلة فقط التي تعمل في الصيدليات، بل أيضا يعمل الأطباء والأسنان. هنا نخاطب الضمير الحي فيهم، لأن المصدر مصدر واحد والسعر يكون واحد وإن كان مرتفع، ولكن تباين الأسعار هذا يعود زي ما قلت لك لنقص الرقابة، أو لنقل الحرس البلدي. نحن نتوجه من منبركم هذا بدعوة لجميع الجهات الرقابية أنها تركز على تراقب على الأدوية في الصيدليات ولكي نمنع التباين في الأسعار. بالفعل نقول لنا الفخر، نحن اشتغلنا وعملنا كثيرا، ولكن قد تكون النتائج بسيطة، ولكن بإذن الله أبشر الليبيين إن في خلال شهر أو شهر ونص ستنجلي الأمور والنتائج ستظهر. قمنا هنا بأوامر من السيد وزير الصحة ومساعدة السيد الوكيل، وبمساعدة ومساندة قوية من السيد الوكيل، قمنا بإعداد لجان احتياجات وقدمت لي لجنة العطاء وهي عملت عليها وقامت بالترسية وقامت إحالتها الآن، وهي في طور التنفيذ وتحتاج فترة بسيطة زي ما قلت من شهر شهر شوية بإذن الله تكون متوفرة. كذلك بموازاة للي قدمناه للعطاء، قمنا بلجان شراء عاجلة لحل المختنقات العاجلة إلى حين ورود الأدوية عن طريق جهاز الإمداد. قمنا بتوفير الكثير من الأدوية للمستشفيات والأجهزة الطبية والمعدات المستلزمات الطبية، هذا كله بصفة عاجلة إلى حين
ورود الأدوية كما قلت سابقا لجهاز الإمداد الطبي، والذي بإذن الله خلال الفترة القادمة القريبة سنرى جميعنا انفراج. دكتورة ناهد المكي، مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، شكرا لك. العفو. بين أنين المريض المعلول وتطمينات المسؤول ينتظر المواطن الحلول، فهل سيتوفر الدواء ليزول الداء وينقشع البلاء؟